قيام حضرة القاضي المحترم كمال في محكمة يسوع الناصري. تفضلوا. أهلا وسهلا في الجميع. أنا قاضي قديم، طول سنوات عملي كقاضي ما شفتش قضية زي هاي. شخص يدعي أنه مرسل من الله، غير هيك تهجم على الكتبة والفرسين وجدف ودمر ملكية الشعب، ادعاء انه يسوع المسيح وعمل بلبلة بين الشعب واخلف الامن العام للدولة. لا، وفوق كل هذا كان بده يهد الهيكل ويرجع يبنيه بعد 3 ايام. خلينا نبلش جلستنا اليوم مع محاميين الدفاع. يا حضرة القاضي، اشعياء وغيره من الانبياء كتبوا في الكتاب وقالوا لنا انه يوم مثل هذا رح يجي. ممكن تقرأ لنا أشعياء 9 آية 6 و 7؟ وانت كيف بتتجرأي تطلب مني أن أقرأ الكتاب تبعك وهذا؟ الكل بيحكي زيك بس مش مشكلة، أنا بقرأ. لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا. بالدلائل والشهود رح نثبت انه يسوع ما اذنبش بحق حدا. اولا انا اعترض انه نفسه هذا المسيح اللي تكلم عنه النبي اشعياء. انا مش شايفه رئاسة على كتفه، بعدين شو لا نهاية على كرسي داود. لا تخافوش، النهاية رح تكون اليوم، لان جبت وثيقة موقعة من كل شعب اورشليم انه هذا الانسان لازم يموت صلبا. صح يا شعب اورشليم؟ بس احنا ما ظلناش عليه الحكم بعد. مش مهم، بس انه هو يدعي انه هو ابن الله الحي، هاي جريمة بحد ذاتها بيستاهل انه يروح ويموت فيها مع المجرمين. صمت. وعشان نثبت عكس اللي بتحكيه من الشاهد الاول مريم. نديلنا مريم. انا الام الحزينة وما من يعزيها، أتتعهد أن تقول حق ولا شيء غير حق؟ نعم. اجلس. عرفي عن حالك وعلاقتك بموكلي. أنا مريم وأفتخر أني أم يسوع. ممكن تحكي لنا عن حياة يسوع شوي؟ بتذكر اليوم اللي ولد فيه. اعتراض، ما بدنا ناخذ حصة التاريخ هون يا حضرة القاضي. صمت. مع انه السؤال مهم بس معلش رح اسال غيره. مريم، هل في يوم شكيتي انه يسوع مش هو الملك المنتظر؟ مستحيل، ما شفتوش ولادته؟ كانت معجزة، كان يعلم من هو 12 سنة. أنا أخذ جواب من ملاك الرب إني حامل فيه، لأنه مرسل من عند الله حتى يفدي الناس من خطاياهم، حتى أسأله أي شخص إذا بعمره غلط مع حد، حتى عجائبه ومعجزاته بتدل إنه هو الملك المنتظر. كل هذا عمله عشانكم، وما هيك بدكم تقتلوه؟ شكرا مريم. حضرة القاضي، أنا ما عندي كمان أسئلة. مريم، انت حكيتي انه كان يعلم من هو طفل، معلش تحكي لنا اكتر. في يوم من الايام تركنا وراح على الهيكل عشان يتعلم من الكهنة، بس هو كان يرد على اجوبة الناس اللي الكهنة مش عارفة تجاوب عليها. استني شوي، طفل عمره 12 سنة بيناقش بالكهنة بالهيكل؟
وهي كمان جريمة. كيف جريمة أصلاً؟ شو كان يسوي من عمر 12 ل 30 سنة؟ صح، كان يحفظ الكتب. هاد بفسر ذكائه العالي. هاد بفسر انه حول المي لمبيد. هاد بفسر ذكائه العالي مضبوط، بس مش يعني انه عنده قدرة إلهية، لأنه لعلمك هاي عملية كيميائية بسيطة. هو عمل معجزات الطبيعة ما بتفسرها، خلى الأعمى يشوف والمي يسمع يسمع. يا عمي، هالأيام كل شي بنجاب بالمصاري، حتى لو بتدفعوا لي مصاري هلأ بخلي شريكتي تموت وترجع تعيش قدامكو هلأ. صمت. ما عندي كمان أسئلة يا حضرة القاضي. محامي الدفاع، فيكم كمان شهود؟ نعم، بدي أطلب استدعاء نيكوديموس. أستعد أن تقول حق ولا شيء غير حق؟ اجلس. لو سمحت احكي اسمك وعلاقتك بهاي الجلسة. اسمي نيكوديموس، وأنا في الرئيس وعضو في المجمع اليهودي. ممكن تحكي لنا عن حدث صار بينك وبين يسوع؟ بلشنا نسمع أخبار حلوة عن هذا يسوع، والبعض قالنا أنه بيعمل معجزات كتير. بعدين صارت حادثة في الهيكل، وهذا الإشي غير طريقة التفكير عنه. حادثة في الهيكل؟ إيش صار هناك؟ يسوع أجا الهيكل وكان مليان بالبياعين، ولما شاف هذا الإشي عصب كتير، أجا حكى لنا كيف بتحولوا بيت قبل مغارة لصوص. يسوع تحدى كل إشي المجمع اليهودي سمح فيه، حتى بيدعي أنه هو الله نفسه. وإنت إيش عملت؟ أنا بآمن أنه يسوع نبي مستحق الفرصة، كنت حابب أسمع أكتر. في أشياء كتير محتاج أفهمها، لأنه تعليمه سهل ولكن عميق ومحتاج إيمان. يسوع حكى معي كتير مرات وقال لي أنه كل هدف على هاي الأرض أن يفضل الخطاة يوصلهم للحياة الأبدية. وأنا من هاي اللحظة بلشت أدرك أنه كل العمل اللي عملته كفريسي كان على الفاضي. شكرا كثير لشهادتك. ما عندك من أسئلة يا حضرة القاضي؟ معنا كمان أسئلة يا حضرة القاضي. اللي حكاه الشاهد بكف الإدانة المتهم. رح نأخذ فصل 10 دقائق بعدين نسمع من النيابة العامة. زمان ما عنديش وقت. طلع هذا الزلمة كليته دمع بنا القاعة وسخ. هيا نخلص معه كليته. هدوء في قاعة المحكمة. نيابة العامة، فينكو شهود؟ نعم، بحب أستدعي سمعان بطرس. أستعد أن تقول حق ولا شيء غير حق؟ نعم. اجلس. معلش تحكي اسمك للمحكمة؟ بطرس. بس حسب معلوماتي اسمك سمعان بطرس. لا بس بطرس. طب قلنا يا بطرس، كيف بتعرف هذا الرجل؟ أنا ما بعرفوش. بس في شهود كانت تحكي أنك أنت كنت تمشي معاه. لا مش أنا. بتحب نجيب الشهود اللي شافتك معاه؟ يا عم صدقوني مش انا اللي كنت معاه، مش انا اللي مشيت معاه. حلو، ما عندك ولا اسئله يا حضر القاضي. نزل لي هذا الزلمه اللي عمل لي من حاله مسخره، ما عنديش وقت. اتحبني أتحبني أتحبني. أتحبني.
هدوء في قاعة المحكمة، هدوء. نيابة العامة، فينكم كمان شهود؟ بدي أستدعي المتهم. تعاد أن تقول الحق ولا شيء غير حق. اجلس. اسمك للمحكمة لو سمحت. يسوع الناصري. تعرف إنه في ناس بتحكي إنه أنت تقدر تهدم الهيكل وترجع تبنيه بثلاث أيام؟ أنا أطالب باسم الله الحي. هل أنت ابن الله الحي؟ فيما بعد سطروني في موضع قوة قادم على السحاب. سمعتوا الهرطقة تبعته؟ ما بحتاج للشهود أكثر يا حضرة القاضي، ما عندنا كمان أسئلة. رح نسمع الأقوال النهائية. شكراً حضرة القاضي، أنا ببدأ. اليوم يسوع الناصري اعترف إنه هو ابن الله. تعرفوا شو يعني هذا؟ يعني هو اعترف إنه هو الله، وهذا الادعاء لحاله كفيل إنك تتساءل إذا هذا الإنسان صادق في حكيه أو لا. هو نفسه حكى إنه هو جواب الكلام اللي حكانا بأشعياء. تقنياته إنه يقنعنا منه رائعة، بس لازم تعرفوا إنه أي إنسان ممكن برضه حياته تكون مشابهة للحياة المكتوبة بالكتاب. الأمانة في ناس شهدت على هذا الحكي، بس نفسهم هدول الناس اللي حكوا إنه يسوع ولد من عذراء. وانتوا لو شفتوا مريم وتعاطفتوا معاها لازم تعرفوا انه الام ممكن تسوي اي اشي عشان تحمي ولادها. هذا الانسان سوى فجوة في مجتمعنا، بدكوا هاي الفجوة تكبر ولا نقضي عليها؟ انا بترك قضيتي بيد المحكمة. اعضاء المحكمة، اذا لاحظنا كل تركيز النيابة على انه موكلي بيحكي انه هو ابن الله، بس يسوع ما سوى إشي غلط ولا أذى أي شخص، بل بالعكس كان يصنع عجائب ويشفي ويساعد الناس، ولا حدا بيقدر ينكر هذا الإشي. بس لأنه خالف تعليم المجمع رفضتوه، ولأنه واجه رؤساء الكهنة بأغلاطهم أعطيتوه كل هاي التهم. هل اللي فرجانه حب وحنان بيستاهل إنه يموت؟ يسوع بريء. سوف ننطق بالحكم بعد المداولة. للأمانة يا سيدي أنا مش شايفك مجرم حق حدا. فات الأوان يا ابني، خطة الله لخلاص البشرية لازم تتم. محكمة، قيام للنطق بالحكم. بعد المداولة مع هيئة المحلفين وأخذ بعين الاعتبار رأي الشعب، تبين أن المدعو يسوع الناصري مذنب بحق الله والشعب، وعقوبته الموت بالصليب. رفعت الجلسة. كشاة تصاك للذبح لم تفتح فاك، كناجة صامتة تدوك للصلب هناك، كشاة تصاك للذبح لم تفتح فاك، كناجة صامتة تدوك للصلب هناك. اخترته طوعا وهو عقاب عادل لآثم متمرد، لا لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي، اخترته طوعا وهو عقاب عادل لآثم متمرد.
وباكرا جدا في أول الأسبوع أتينا إلى القبر إذ طلعت الشمس، وكنا يقولنا فيما بينهن: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ فتطلعنا ورأينا أن الحجر قد دحرج لأنه كان عظيما جدا. ولما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضاء، فاندهشنا. فقال لهن: لا تندهشنا، أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب، قد قام، ليس هو هاهنا. كان صليبك أنهى قصة حبك، لما كنت الآن حيا أهتف المسيح قام، المسيح قام، بالحقيقة قام، المسيح قام، بالحقيقة قام. شوكت الموت كسر لما قام وانتصر، فنار الطريق وزان الظلام، المسيح قام، بالحقيقة قام، المسيح